أهلا بكم في برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين إن كان عبر الهاتف أو من خلال تفاعلكم على منصات التواصل الاجتماعي حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية. يمكنكم المشاركة معنا عبر الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة أو من خلال رسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب. نبدأ مع أولى ملفاتنا، مع أزمة استمرار انقطاع التيار الكهربائي في العراق، حيث تشهد البلاد في الأيام الأخيرة تراجعا ملحوظا في ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، الأمر الذي أثقل كاهل المواطنين العراقيين وفاقم من معاناتهم في ظل ارتفاع درجات الحرارة. فئة طلاب السادس الإعدادي كانت من أكثر الفئات تضررا، خصوصا بعد تأجيل الامتحانات من قبل وزارة التربية عقب تسريب أسئلة الصف الثالث المتوسط. ومع انقطاع الكهرباء لفترات طويلة يعاني الطلاب من أوضاع مزرية. طالب في الصف السادس الإحيائي في الصف السادس الإعدادي شكى الحالة في المقطع التالي الذي صوره وهو يدرس على الفانوس، نعم على الفانوس، في عام 2022 بعدين عادت الأحزاب العراقيين عقودا إلى الوراء. دعونا نشاهد مظلومية هذا الطالب في العراق. هذا أنا حالي، طالب صف سادس إحيائي، شوف هذا الفانوس مالتي، هذا التليفون جاي يقرا عليه، وهاي ملاسم. لا عدي وطنية ولا عدي سحب، كل شي ما عدي، قاعد هنا أنا بالغفوة مصموط أبو أبويا من الحر. قلت لنا بنجيت نزلت لنا جدول وسوينا يوم ونص، زين هاي اليوم ونص أدى شو تكفي؟ يعني قبل كان جدول القديم كان عندنا 10 أيام ما العيد، كنا بيها مجال النقل. هسه تلغيت، هسه سويت لنا يوم ونص، يعني أنا أروح الباب المعظم أمتحن، أطلع بالخمسة الصبح من البيت، أوصل هناك بالستة بالسبعة، أروح أمتحن، أطلع الساعة بالدعش، بين ما أوصل للبيت، بين ما أرتاح، بين ما أنام، بين ما أصلي صارت الساعة بالأربعة، طار اليوم، اليوم الثاني أنا شو لحق بي؟ هذا أنا هذا حالي باعو، هاي كتبوي، قاعد أقرأ، هذا مصموط من الحال، شوف هذا العرق باعو. هذا الطالب ينقل معاناة طلبة الصف السادس الإعدادي في العراق والعراقيين بشكل عام. نبقى مع مسلسل انقطاع الكهرباء إلى محافظة النجف، حيث شكى مواطن هناك من واقع الحال الذي يعيشه سكان المدينة في ظل انقطاع الكهرباء، محملا الحكومة وأحزابها المسؤولية الكاملة. طبعا هذا المواطن سبق وأن انتقد مقتدى الصدر في وقت سابق وتعرض منزله لهجوم بقنبلة صوتية، لكن المعاناة أجبرته على الخروج عن صمته ليصرخ هذه الصرخة التي سنشاهدها الآن قبل استعراض تعليقات الجمهور العراقي حول انقطاع الكهرباء في المحافظات العراقية، فلنتابع. لك حمى ورحب مولا على ناس فقراء، لك حم نريد نعيش، ناس مرضى والله عم مريضين، ولكم عم شنو ذنبنا احنا هيك انتم تسوون بينا، هاي الكهرباء ماكو، لك حم فلوس دوا ما عندنا، ولكم رحمونا اتقى الله بينا، نحكي يذبون علينا قنابل، نسكوت مثل علتها بيها، ولكم عمي الى متى؟ ايش وقت يصلح حالنا عمي؟ حسبي الله عليكم وعلى الله المتكى. نذهب إلى تعليقات الجمهور العراقي حول استمرار انقطاع الكهرباء بعد ميزانيات انفجارية خلال سنوات تصل إلى 19 سنة. أبو فاطمة الذبحاوي الحسيني قال: الله ينتقم منهم جميعا بدون استثناء، كل من شارك بالحكومات السابقة والحالية. أما أبو حسين الخالدي فعلق وقال: حسبنا الله ونعم الوكيل، مشكول الذمة كل من سرق أموال الشعب. تعليق آخر من نور يقول فيها نور: أهم شيء تاج الرأس سالم ويشتغل عليه السبلت. جميل الحتروش: حسبنا الله ونعم الوكيل، وأنا قاعد أهفي، يقول لعنة الله عليهم إلى يوم الدين. كم يخسر العراق من جراء انقطاع الكهرباء
في المحافظات العراقية. دعونا نتابع هذا الانفوجرافيك من إنتاج قناة الرافدين حول استمرار أزمة انقطاع الكهرباء رغم صرف عشرات المليارات من الدولارات، فلنتابع هذا الانفوجرافيك ونعود إليكم. نعم، وحول استمرار انقطاع الكهرباء وتدي هذا القطاع في العراق، معنا أبو سمية من الأنبار. أبو سمية، يعني شاهدنا مقاطع من العراق ومعاناة العراقيين، وكذلك شاهدنا كيف بأن العراق يخسر نحو 40 مليار دولار سنويا بسبب انقطاع الكهرباء، وكذلك التلوث البيئي بسبب انتشار المولدات. يعني العام الماضي رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي تحدث بأن العراق صرف أكثر من 80 مليار دولار على قطاع الكهرباء، هل يعقل بأنه يعني كل هذه الأموال التي صرفت ولغاية الآن المواطن العراقي في عام 2022 لا يجد الكهرباء بشكل كافي؟ تفضل أبو سمية. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي الكريم، قبل كل شيء أصبح مفضوحا أمام العراقيين أمر واحد، وهو أن الحكومة لا تريد إصلاح الكهرباء. لماذا؟ لأن الكهرباء على تماس مباشر بحياة الإنسان، فتريد من هذا الإنسان أن يعيش دائخا مترنحا بين الكهرباء وبين الماء، لأنها تعرف أن الإنسان العراقي إذا استقر وحصل على حاجاته الأساسية سوف يفكر بالتغيير، لذلك هي تريد هي تريد أن تشغل هذا المواطن، فأصبح الأمر مفضوحا أن الكهرباء أصبح مسلما أنها لا تريد إصلاح الكهرباء. لو أتينا إلى فترات ما بعد السقوط، كم من السنين قد مرت؟ يعني هم لو كانوا صادقين في إصلاح الكهرباء يعني في كل السنة يستطيعون أن يصلحوا جزءا من مشكلة الكهرباء، ونحن في سنة 22 لكانوا الآن قد أنهوا مشكلة الكهرباء. يا سيدي الكريم، تعال إلى الدول المتطورة التي تريد أن ترفه شعبها، تفكر بشتى الطرق لكي توصل الكهرباء لمواطنيها، تفكر بالوقود النفطي، تفكر بطاقة الرياح، تفكر بأمواج البحار، تفكر بالسدود على البحيرات وعلى الأنهار لكي تولد الطاقة الكهربائية. في العراق بماذا يفكرون؟ أبو سمية. نعم. في العراق الحكومات بماذا تفكر إذن؟ الحكومات تفكر ببناء الممتلكات في دبي وفي لبنان وفي أوروبا، لأنها تعلم أن هذا الوطن ليس لها، ولم تأتي لكي تبني، تفكر بالممتلكات والعقارات خارج العراق، لأن أعضاء الحكومة يعلمون أنهم يحكمون لفترة معينة ثم يذهبون إلى خارج العراق، لأن يعني كما قلت يعلمون أن هذا البلد ليس بلدهم ولا يصلح للعيش. وشكرا لبرنامج. شكرا أبو سمية من الأنبار، كان معنا. أبو عراق من الفلوجة. أبو عراق، شنو المانع بأنه تتوفر الكهرباء للمواطن العراقي؟
بعد كل هذه السنوات وكل هذه المليارات؟ وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. أستاذ عمر، العراق تحول من بلد تصنيع إلى بلد استهلاكي، وهذا الموضوع هو مقصود ومستهدف، لأن الدول البقية ما تقبل العراق أن ينهض. يا أستاذ عمر، والخونة والعملاء اللي يحكمون هم تابعين ذولا ولا هم للدول. يا أستاذ عمر، ما يريدون هذا البلد ينهض. بس يا أستاذ عمر، احنا يعني احنا من الدول، يعني معقولة انهم من الدول اللي يعني انت اكو هناك ميزانيه، يعني هذه الميزانيه تبني دول وليس تبني قطاع واحد. اكثر من 80 مليار خلال 18 سنه انصرفت على قطاع الكهرباء. يعني الاراده هي اراده الحكومات، هي وقالها بالنص، قال بان الفساد هو العقبه امام توفير الطاقه الكهربائيه للناس، هذا على لسان رئيس الحكومه مصطفى الكاظمي العام الماضي. شو لها علاقه الدول إذا ماكو إرادة من الحكومات؟ أستاذ عمر، الله يخلي خلال تفضل تفضل. هو من يحكي عن فساد، هو الشعب فاسد، لا هم فاسدين. هم فاسدين يا أستاذ عمر، هم مو جاي يقول لك أنا فاسدين، لأن إذا فاسدين بالنسبة للدول يا أستاذ عمر، الكهرباء وهي مقسمة، يعني الكهرباء إيران ما تقبل، عمي إيران ما تقبل الكراسي في العراق، يعني المستفيد الوحيد هي إيران. البلد العراق هي إيران يا أستاذ عمر، وانكشفة الحقائق بعد ما كافي يا حكومة. بس احنا أستاذ عمر، إذا سمعت لي، احنا ما كحكومة، هذول عصابة نصوص حرامية. نعم. كانوا حفاره يا استاذ عمر. نعم ابو، كانوا بدي والحفاره ما نعم ابو عراق، انا اشكرك ابو عراق من فرجة كان معنا. ابو عبد الله من صلاح الدين. ابو عبد الله، يعني قضيه الكهرباء تتكرر كل سنه، وازمات كثيره في العراق، منها الوقود، منها قطاع المياه. ليش ما تتوفر الكهرباء للمواطن العراقي؟ شنو المانع؟ اول سنة يا هلا بيك، اهلا وسهلا بيك. صح الاحوال خير، الله يحفظك ويسلمك عليك وعلى قناتكم الكريمه. يسلمك يبارك بيك استاذ العزيز. نعم. يا كهرباء، تقوم بالكهرباء. نعم. انت تصور ابراج تتفجر بعد عن نقط طب، ويقول لك ما شفناها، هاي ابسط شيء. هاي كلها حتى خال مقاولات، تنصيب البرج ياكل 100 مليون. نعم. المقاول له حصه، والاتحاديه لها حصه، والفجر له حصه. هذا البرج من يقع مع يقع وحده؟ هذا البرج هذا عجر اربع ابراج. نعم. يعني انت من عدل لي دوله، وين هاي الدوله؟ هاي لا حد يقول دوله. يعني انت مثل ما يعني انت ابو عبد الله، يعني تقول انه هناك جهات مسؤوله هي تفجر البرج حتى تجيب برج اخر حتى تصير صفقه فساد؟ اي نعم، جهات مستفاده من هذا الشيء. كم مليار دولار انصرف؟ نعم. يقدر ينطي الكل قضاء، والكل ناحيه محطه واحده، محطه توليد واحده. عمين هات حرامي، يعني تحكمين هات حرامي، ناس جلاوزة، ناس عصابات. جبال الدولة خلال فساد، مو دولة عصابات، ما فيه. نعم. كنا تسمع حكومات بفلان دولة بفلان دولة، وطوا. أنا أشكرك أبو عبد الله من صلاح الدين. محمد معنا، محمد من بغداد. محمد، تعليقك حول أزمة الكهرباء. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك دكتور. يعني هاي المسرحية اللي احنا بنعيشها. نعم. هاي المسرحية المملة اللي صارت يومية مثل الاسطوانة المشروخة، ونسمع عن الوضع عند العراق هذا التعيس. يعني هاي إذا يجي استثمار أو يجون محطات، مو هذا صاحب المستثمر اللي يجي يتعامل ويا دولة نظامية، هذا أولا حيقولوا له أنت خذها
اقبال الاحزاب والمكاتب المعمدين الموجوده يقول لك لازم دوله كلها تاخذ موافقه من عندنا الاثنين. هاي رفضوها، يريدون بس كهرباء من ايران ناخذ فقط. هاي السيناريو كل سنه ينعاد. وانا اقول شغله يعني شهاده الشعب العراقي هذه يعتبره يعني دواعي صدق ما يسكت على هذا، يعني مو كل الشعب العراقي. يعني احنا خلينا نحكي جديات شويه. نعم. الامام الحسين عليه السلام من استشهد مع الخطاب هو كان في سبيل قضيه القضاء على الفساد والظلم واحقاق الدين والعداله والمساواه. وهو الخطبه مالته الشهيده قال هي هاد المدله، يعني هسه العراق دله واهانه وكل العجائب والغرائب استثناء البلد من وراء هذول الاحزاب اللي جوي. نعم. يعني العراقيين يستذكرون شهر محرم يقول ايش وقت يجي؟ يعني انا واحد من الناس واحد يقول لك ايش وقت شهر محرم يجي؟ ان شاء الله بالمواكب يعني انتم ماخذينها تقضون وقت ممتع مثلا استذكار شخص مثل الامام الحسين تقضون وقت ممتع لو تبيضون وجه الامام هو وجه مبيض الامام عند الله سبحانه وتعالى وشهيد عند الله. المفروض تقضون ان نقضي على الحكومه الفاسده ونروح نزور الامام نقول له هسه احنا ادينا الواجب اللي انت سويته اللي انت مستذكرك فيه، مو انا استذكره باللطم واستذكره بالقيمه والتمن. خلي الشعب يصحى شويه. مكافئة عاد مدله، مكافئة عاد يعني حتى كو واحد دشونا يوم شفت له مقطع فيديو الفاتحه مال واحد من العشائر رايح للرايح عنده قال لي جيبوا لي مليون و200 وانا قرأ سوره الفاتحه من هذا الشيخ اللي رايح عليه، يعني هذا وضع هذا يعني هم بيضحكون على هالبلد هذا بيضحكون على الشعب، يعني وين العقلاء؟ وين الواعيين؟ وين المثقفين؟ خلي يوعون هذا الشعب خلي يعطون توعيه مو كافئة عاد مو بس نحن، يعني انا قاعد احس نفسي عايش بس طبعا متخلف. يعني انت حضرتك انت انظر للانترنت شوف المواقع كلها تحشيشيات وكلها مواقف هزليه اللي يبسون، يعني مو جدي من الشعب هذا مو جدي بالتغيير مو جدي، يعني طلعوا بعض الناس اللي بيارادوا غيره طلعوهم، يعني احنا نقول 10% الواحد الموجودين بالعراق يعني مكافئات مو ضجنا، يعني حتى ملينا من الوضع هذا، واحد وين انت يعني لو اكو سفر واحد يقدر يسافر، يعني انا واحد من الناس ما اقدر اعيش في شيء اذا لا كهرباء لا مي لا خدمات وضع تعبان، يعني اعيش بدوله محترم نفسي يعني يحترموني اهم شيء الانسانيه حاملين الانسانيه احترم نفسي يحترموني واحترمهم. يعني والله مليانه دكتور الله المعين. والله أشكرك محمد من بغداد كان معنا. طبعا يبدو بان الازمات والمصائب في العراق لا تاتي فرادى، أزمة شح الوقود مرتبطة بأزمة انقطاع الكهرباء وذلك لارتفاع الطلب وقلة العرض الذي تشهده البلاد بعد انقطاع الكهرباء، لكن المفارقة بأن الجهات الحكومية بررت هذه الأزمة وقالت بأنها موجودة فقط في المحافظات المجاورة لكردستان العراق، والسبب هو تهريب الوقود كما تقول الحكومة ومصادرها، لكن المقاطع المصورة المتداولة في الساعات والأيام الماضية كشفت زيف هذه التصريحات، فهل يا ترى محافظة ذي قار على سبيل المثال مجاورة لكردستان العراق لتشهد هي الأخرى أزمة حادة في الوقود؟ مقطع مصور يظهر المئات من المواطنين وهم ينتظرون أمام بوابة إحدى المحطات في ذي قار خلال تهافتهم لتعبئة الوقود في مشهد قد يبرر بدولة لا تطفو على بحر من النفط، لكن في دولة كالعراق هذا المشهد يثير المئات من علامات الاستفهام. دعونا نشاهد هذا المقطع الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي في العراق من محافظة ذي قار. هاي على اساس يقولون البنزين اجى هسه هنا الجماعة ركضوا الحرب العالمية الثالثة هسه ما جاي بنزين، هاي بلد النفط وبلد البترول لا شنو اجل البنزين شنو الموضوع؟ شوف هاي
ناشط من ذي قار انفجر غضبا على الحال الذي تعيشه المحافظة في ظل الأزمة الحادة للوقود، وصرخ غاضبا بوجه الحكومة وبوجه أحزابها بعد أن حملهم مسؤولية انهيار الأوضاع وتبعات أزمة الوقود. دعونا نتفاعل أو دعونا نتابع هذا المواطن. بنزين ما عندكم؟ هذا حال الشعب العراقي، هاي حال الناس. بنزين ما توفر؟ إذا ما تقدر توفر بنزين وتوفر ماي وتوفر كمية للشعب العراقي، المنظار المن. بس انت ما تحس بمعاناة الشعب، ليش؟ انت كنائب اللي انتخبناك واللي موجود قبل ما تحس بمعاناة الشعب، لان اذا طفت الكهرباء الف يركب على المولد شغفه، صح لو صح شباب؟ الف واحد لوقع عندك يشغل المولد مالتك، بس هذا الشعب المسكين تشوفونه حصر عليه البنزينه، ناس تشتغل تاكسيات وناس عندها مرضى، يوميه ازمه، ازمه النفط، ازمه البنزين، ازمه الطحين، ازمه اسخام الصخمكم، الفلوس غرقت، الحنطه كلتها الطيور، انا على ابوكم لا ابو شرفكم لا ابو ساعه السوداء اللي جيتوا بيها. هذا حال الشعب العراقي، وانتم مرتاحين عاجبكم الوضيع؟ الخمسه الصبح ناس تشتغل تاكسيات، ناس عندها مرضى، هذا حال. نذهب الى تفاعل الجمهور العراقي حول استمرار ازمه الوقود، نقرا بعض التعليقات على منصة فيسبوك. منهم من علق وقال كأحمد أبو جنات، قال: بين فشل وفساد الأحزاب ومن نصبوهم من المرتزقة من خلال فشلهم في توفير الأمن والأمان والاستقرار والكهرباء والماء والمدارس والمستشفيات وآخرها البنزين. هن تقول: الله أكبر، وين تولي الناس؟ كل يوم يخلقوا لهم أزمة على الموت، تنشغل الناس عن سوالفهم. عباس حسين: ولكم والله مهزلة، بلد نفطي والنفط سعره راح يوصل 150 دولار، وهيك عايشين؟ يتساءل عباس فريح الموزان، يقول: بلد يوميا ينتج 5 مليون برميل نفط بسعر 120 دولار، البرميل الواحد. يقول: والله قهر يا ربي، شلون تاليها ما أدري. يقول: الله يلعن كل من له يد بدمار هذا البلد. معنا اتصال أبو خطاب من الأنبار. أبو خطاب، أزمات كثيرة في العراق، كهرباء، وقود، تلوث المياه، هل برأيك هل أزمة الوقود مفتعلة؟ أبو خطاب هل تسمعني؟ أبو خطاب من الأنبار، يبدو أننا فقدنا الاتصال مع أبو خطاب من الأنبار. دعونا طبعا بموضوع أزمة الوقود، تحدثنا قبل أيام حول هذا الموضوع. هذه الأزمة ليست بجديدة، الأزمة صار لها تقريبا أكثر من شهرين تمر على العراقيين، بدت بنينوى، بدت ببغداد، وبدت يعني تمتد، صارت بالأنبار فترة، اليوم بذي قار. هناك حديث عن تهريب للوقود إلى سوريا، إلى إيران. طبعا التهريب هو موجود، ولكن تهريب الوقود، تهريب البنزين، مادة البنزين إلى هذه الدول، وهناك من يتحدث بأنها أزمة مفتعلة من قبل الجهات المسؤولة. دعونا نستمر معكم أعزائي المشاهدين بملفات هذا اليوم. نذهب إلى يعني العراق يعاني في الأيام الأخيرة من انهيار كبير في المجال الصحي بعد تفشي مرض الكوليرا والحمى النزفية، بالتزامن مع عودة التحذيرات من دخول البلاد في موجة وبائية جديدة لفيروس كورونا التي بدأت وتيرة أعداد إصاباتها تتضاعف بشكل لافت. ومعلوم للجميع ارتباط مرض الكوليرا وتفشيه بمياه الشرب وجودتها كونها الوسط الناقل لهذا المرض. هنا أعاد ناشطون بإيونا تسليط الضوء على ظاهرة إلقاء مياه الصرف الصحي والمياه الثقيلة إلى مجاري الأنهار وعدم وضع خطط لمثل هذه الظاهرة التي تزيد من نسب تلوث المياه وترفع من احتمالية انتشار الأوبئة لا سيما الكوليرا. في قضاء الخضر بمحافظة المثنى جنوب العراق، سلط صحفي عراقي الضوء على هذه الظاهرة وتحدث بشيء من التفصيل حولها وحول تبعاتها على نهر الفرات الذي يعاني من شح المياه. دعونا نتابع ما قاله الصحفي من محافظة المثنى. إلى دائرة بيئة المحافظة، إلى مديرية المجاري، إلى مديرية الماء. عمي والله العظيم جاي نموت، وحق الله جاي نموت، وحق الله جاي نموت بقضاء الخضر، وهي الناس جاي تموت بسبب هذا الشيء، وهذا على مستوى محافظة المثنى بشكل عام. إنه تجي سيارات المياه الثقيلة تجي بتدب الماء بنهر الفرات،
والمجاري مالتكم بنهر الفرات، وهذا النهر عليه محطات تصفية مال الماي ومحطات الماي اللي تروح للناس، وبالتالي هاي المياه الثقيلة تتحول مباشرة للناس، وبالتالي تصير أمراض وحساسية وحالات وتلف كبد وكوارث، كوارث جاي بسببكم وبسبب هذا الإهمال اللي جاي يصير، وبسبب عدم المتابعة، وبسبب هاي الناس اللي جاي تقتل بهاي الناس الفقرة. والله العظيم يعني شنو ماي الفرات مخلينا هو شحة مياه، عشان تقول ما يدفع قوي تقول يدفع هذا الماي الخايس وياه او الماي القدر هذا وياه، تقول به باب جواب. هسه هو الماي راكد، وانت تجيب الدنكر مالتك وتدبي مياه ثقيله، وتجيب مجاري الولايه وتدبي مياه ثقيله. زين هاي المياه الثقيله مو جاي ترجع للناس، هاي مو الناس جاي تشرب من عندها، جاي تغسل بيها، جاي تسبح بيها. زين وين التصفيه اللي احنا عندنا 100%؟ وين التصفيه اللي عندنا 100%؟ وين الماي القوي غير منسوب المياه انتهى؟ زين غير اكو معالجه المفروض، غير اكو حال. ليس الفرات وحده من يعاني من هذه الظاهرة، ظاهرة التلوث. نذهب إلى بغداد ونهر دجلة الذي تغنى به الشعراء وببساتينه، حيث المعاناة تتكرر، شح المياه وتراجع المناسيب، وما يزيد الأمر سوءا المياه الثقيلة ومياه الصرف الصحي للمستشفيات ومياه المعامل التي تصب بمجرى النهر، والتي لها علاقة مباشرة في تسمم الثروة السمكية وتلوث المياه وانتشار الأوبئة. ناشطة بيئية سلطت الضوء على هذه الظاهرة في المقطع التالي، فلنتابع. رابع مرة المياه العاسلة يجي يفتحوها بعيدا عن الريحة، لكن هذا مي مو نظيف، ترموه بدجلة. ما أعرف إذا الموضوع صحيح بهذا المستوى للعلو للماء أم خطأ. أتمنى أنه الجهات المعنية تراجع هذا الموضوع. إذا كان هذا الحال في نهر دجلة في العاصمة بغداد، فكيف هو الحال في المحافظات العراقية الأخرى؟ دعونا نذهب إلى تعليقات الجمهور العراقي، تفاعل الجمهور العراقي مع تلوث الأنهار في العراق. كريم يقول: كذلك مياه الصرف الصحي لمستشفى مدينة الطب ترمى في نهر دجلة. آخر قال: حكومة مصيبة، أهم شيء بالوجود المي، وين البلدية والحكومة عن هالأمر؟ يتساءل. عادل قال: نعم يرمون مياه المجاري في النهر، كذلك جهة الزيوت النباتية كل يوم يرمون مياه المجاري إلى النهر مع الأسف. جمال علق وقال: حرام هالشكل، ضفاف الأنهار بالدول هي أجمل المناطق. أبو خطاب من الأنبار يعاود الاتصال بنا. أبو خطاب، قبل انقطاع الاتصال سألتك حول أزمة الوقود في العراق، هناك أزمة في البنزين، ماكو بنزين. يعني العراق بلد نفطي صدر أكثر من 4 مليون برميل نفط باليوم، ويعاني منذ أيام ليست بقليلة من هذه الأزمة. برأيك هل هي أزمة مفتعلة؟ هناك من يتحدث عن تهريب كما تحدث يعني محافظ نينوى قبل في نيسان الماضي، قال هناك معلومات تشير إلى تهريب الوقود خارج العراق. رأيك حول الموضوع؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك أبو خطاب. يا هلا بيك، حياك الله. نعم. إحنا بدون ما بدون الحكي كله ما يقدر ولا هاي مو حكومة، هاي حرامية. هاي والله مو حكومة، حرامية. هو بس الكهرباء، الكهرباء والنفط ومي. هذا مي ما حكوا يعني نشتري مي، نروح نشتري مي بالدولار كان نشتري نشرب. مي شري مش راية، كهرباء شراية، ما في كهرباء، مولدات. مولدات ما في كهرباء، هاي مو حكومة. لا تقول حكومة، الشاهد عمر. هاي والله كل هذا النفط والقاعد والبنزين والغاز كله يهربونه. كله تهريب. نعم. كلها مولدات، لا تقول حكومة، هاي حرام، تقول حرام عليك تقول حكومة.
نعم. والحراميه نشاله ايه، لا تقول حكومه. كل مرات سهران وانزل الى اخر واحد الى حد موظف حال. نعم. انت تروح للدوائر ما تقول له السلام عليكم يقول لك معجونيه حمراء. تروح كل الحراميه من اول من الرأس الكبير الى حد اخر واحد من الحكومه. والله ما يصير حد يقول ها يقول لي يقول الدولة، لا حد يقول الدولة، يقول حرامية نشالة نصابة ايه؟ ما اخرج. نعم. ومليانة والله مليانة، والله مليانة على شاهد مليانة. الله يعينكم، الله يعينكم، أنا أشكرك أبو خطاب من الأنبار كان معنا، حارث من نينوى، تفضل حارث. حارث. تفضل. تفضل حارث، أسمعك. تفضل. بيكم. اهلا وسهلا بك استاذ. المفروض هو المفروض ارشادات يعني ما يستفيد منه. شلون المفروض ذولا هذا السواح اللي واقف يطمون منك شوي ما يكون المياه الثقيله بلدك. اذا استطعت انك تحكي وتحكي ويا من. وانا اشكركم على البرنامج أني أشكرك. زين نسألك حارث. حارث بعدك ويانا. تحدثنا عن أزمة الكهرباء وأزمة الوقود. معقولة العراق بعد كل هاي السنوات وبلد نفطي وصرف مليارات الدولارات على الكهرباء وما عنده كهرباء واليوم يعاني من أزمة بنزين؟ ما والله ايش تسوي، هي هو هي كلها هيك صارت ما تتحل. شنو السبب برايك؟ والله سببها هي الضينة الثانية تحكي وتعمل. الو اسمعك اسمعك. شكرا حارث من نينوى وكان معنا. طبعا إلى مسلسل الحرائق في العراق، ونذهب إلى محافظة ديالى والتي تشهد خلال الأيام الأخيرة حرائق كثيرة طالت الأسواق في بعقوبة، في بعقوبة كذلك وفي مناطق أخرى، أسواق تجارية، بساتين، أراضي زراعية، فيما تعزو الجهات المختصة دائما أسباب الحرائق إلى عوامل مناخية أو حوادث عرضية غير مقصودة. وفي هذا الصدد أفاد مصدر أمني في بعقوبة بنشوب حريق في سوق المدينة في ساعة متأخرة من الليلة الماضية يوم الثلاثاء، ما سبب بالتهام وتدمير عشرات المحلات التجارية. المصدر قال بأن الحريق تسبب بتدمير والتهام أكثر من 50 محلا تجاريا في مجمعات تجارية مختلفة في بعقوبة القديمة، لا سيما مجمع الفاروق، مضيفا بأن الحريق لم يخلف إصابات بشرية. دعونا نشاهد اللقطات التالية التي خلفها الحريق. نبقى مع هذا الحريق ونبقى في محافظة ديالى. أصحاب المحلات أكدوا بأن الخسائر الناجمة عن الحريق تقدر بملايين الدنانير العراقية، مطالبين الحكومة بتعويضهم. مقطع متداول تعاطف معه عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي لصاحب محل يروي الكارثة التي حلت عليه كونه المعيل لعشرين فردا من أفراد أسرته. فلنشاهد. 10,000 دعيم هاي 100 زين. انا يعني انا بال 20 نفع 20 نفع. ما شاء الله عندي خساره تشد هسه ما اجي عارف سياره البيع. والله شاهد ما بيصير شو يسوي من يجيب من يجيب من يجيب
مين يعطيك؟ والله العظيم ما يحتاج، يعني الواحد تعب من الكلام وتعب، يعني شوف مالك وحلالك قدامك قاعد يفترق وانت قاعد ما في ذاك شيء، واطفائيه وحده اطفائيه على 30 40 محل وكان مغلق ما تقدر تطب له مطلوب، انا حتى راتب ما عندي، كل شيء ما عندي، اليوم اللي اقعد اموت جوع، ما في ذاك شيء يا ابن عمي، حسبي الله ونعم الوكيل. لما أشرنا بأن العراقيين تفاعلوا مع صاحب هذا المحل، ومنهم من علق وقال كشعيب، قال الله يعينك ويرزقك ويسهل أمرك، وكل واحد كان مسبب بالحريق وقصر وياكم أشكوه إلى رب رحيم، ما يضيع يم شيء، حسبنا الله ونعم الوكيل. أما نهى البرزنشي فعلقت وقالت شنو سبب الحريق؟ إذا تماس كهربائي تتحملها دائرة الكهرباء، وإذا ارتفاع درجات الحرارة هم تتحملها دائرة الكهرباء، وإذا عمل تخريبي تتحملها الشرطة. عباس أبو عمر قال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، بعقوبة مركز المحافظة وسيارة إطفاء وحدة. يقول عباس، يقول والله جريمة وظلم بحق أصحاب المحلات والبسطيات، شنو ذنبهم ومنو راح يعوضهم؟ يقول حسبنا الله ونعم الوكيل على الظالمين. أمل قالت أوف يا ربي، الله يعينكم يا شباب، لا فرص عمل لا رواتب، الأسعار نار، النوب خسائر، والله شبعت بشي، ربي أرحم بحال الشباب، والله ما يستاهل الشاب العراقي. تواصل ميليشيات الحشد استعداداتها لإجراء الاستعراض المركزي في معسكر أشرف سابقا في ديالة، والمقرر أن يجري بتاريخ 24 من حزيران الجاري، أي بعد يومين من الآن، بعد تأجيله بسبب عدم استكمال الاستعدادات والخلافات السياسية التي تشهدها البلاد وفقا لمصادر صحفية. 8 أعوام مرت على تأسيس الميليشيا، كانت كفيلة بظهور الهدف الحقيقي للتأسيس بعد الكثير من الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بحق المدنيين، لتتحول هذه الميليشيا إلى نسخة جديدة من الحرس الثوري. قسم التواصل الاجتماعي أعد التقرير التالي ورصد بعض الانتهاكات وسجل هذه الميليشيات الحافل بالجرائم، فلنتابع معا. حشد تأسس بولاء إيراني لتطهير عرقي ومناطقي، يضاف إلى سجل جرائم حكومات الاحتلال المتعاقبة بحق العراقيين، ويعيد للأذهان مشاهد الدمار ونزوح العراقيين من ديارهم هربا من بطش الميليشيات التي أثخنت في العراقيين قتلا وتشريدا وسرقة لأموالهم وممتلكاتهم. 8 أعوام مرت على تأسيس نسخة الحرس الثوري الإيراني في العراق، مخلفة آلاف النازحين والمشردين المبعدين عن أرضهم قسرا، وسط تفاقم لأوضاعهم الإنسانية دون ما اكتراث، ومثلهم مغيبون إلى الآن دون حراك حكومي للكشف عن مصيرهم، فضلا عن تصفية مئات المتظاهرين قنصا وتنكيلا واختطافا. ويوم الحساب أصبح قريب جدا، ونحذر كل العوائل الموجودة في المنطقة بالخروج، لأننا سنضرب ضربة لا تبقي ولا تذر. جرائم ميليشيا الحشد لم تقف عند التعذيب والإخفاء القسري فحسب، بل وصلت إلى قتل المدنيين والمعتقلين تحت التعذيب بذريعة الحرب على الإرهاب، فضلا عن نهب المدن المنكوبة وحرق ونسف مساجدها وآلاف المنازل والمحال فيها، إضافة لتدمير قرى بالكامل ومنع النازحين من العودة إلى مدنهم وقراهم بهدف تغيير التركيبة السكانية لهذه المدن. إيران التي بسطت نفوذها على العراق عبر ميليشيا الحشد تغلغلت في مفاصل الدولة حتى باتت تحرك المشهد السياسي حسب ما تريد، وحولت العراق لقاعدة متقدمة لشن الهجمات على دول المنطقة لا سيما دول الخليج العربي. مكاتب الميليشيات الاقتصادية وسيطراتها والإتاوات المفروضة على سكان المدن المنكوبة فاقمت من سوء الأوضاع والأزمات التي خلفتها الحكومات في العراق في ظل جرائم الميليشيات وإفلاتها من العقاب، على الرغم من الإدانات الدولية للمنظمات المعنية بحقوق الإنسان.
نعم، معنا اتصال حازم من بابل، تفضل اخي حازم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. وهي هذه الميليشيا الارهابيه هاي جرائم حرب، هذه هي تقتل بحق الناجحين من يا اخي. هذه مو ميليشيا، الله وكيف كل الميليشيا الاحتلال. نعم. وكذلك حتى الجيش الحكومي في وقته شارك في نعم حازم أعداد كبيرة من المواطنين في محافظات شمالية العديدة. حازم يا ريت يا ريت حازم حازم أنا أشكرك، ويا ريت يا ريت مرة ثانية من الشارك ويانا احكي لنا باللهجة العراقية الحلوة الجميلة حتى نفهم عليك ويفهم عليك الجمهور. أبو أحمد من الرمادة، تفضل أبو أحمد. أبو أحمد يبدو أن فقدنا اتصال مع أبو أحمد من الرمادة. دعونا نذهب إلى الهاشتاج. هاشتاج اليوم، تتوالى تقارير الأخبار والتقارير الحقوقية حول معاناة المعتقلين في السجون الحكومية، لا سيما في سجن الحوت الذي يشهد ارتفاعا ملحوظا في معدلات الوفيات بسبب التعذيب والإهمال الطبي. مدونون وصفوا السجن بالمقبرة للمعتقلين وسط إهمال حكومي وإمعان في إلحاق الأذى بالمعتقلين وذويهم على خلفيات طائفية. دعونا نتابع بعضا من التغريدات تحت وسم سجن الحوت مقبرة السنة. يقول خليفة الدليمي: اللهم كما أنجيت ذا النون عليه وعلى نبينا السلام من بطن الحوت، نجي أهل السنة من سجن الحوت. موسى أبو السمرة غرد وقال: حسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم وعلى كل صامت عن قول الحق. مختار قال: ربنا إنهم سجنوا ظلما كما سجن نبيك يوسف عليه السلام، فأخرجهم من السجن كما أخرجت يوسف عليه السلام. تغريدة أخرى من مريم البياتي قالت فيها: الذنب الوحيد للمحبوسين في هذا السجن هو أنهم سنة، كما تقول سجن الحوت مقبرة السنة. نعم، تحدثنا في حلقة اليوم أعزائي المشاهدين حول العديد من الملفات على الساحة العراقية. كان الملف الأول حول استمرار أزمة الكهرباء وانقطاع التيار الكهربائي عن المحافظات العراقية لساعات طويلة، وأشرنا بأن رغم انفاق الحكومات المتعاقبة في العراق بعد العام 2003 ولغاية 2021 تحدثت الحكومة بأنها انفقت أكثر من 80 مليار دولار، لكن كما قال رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بأن الفساد كان هو العقبة القوية أمام توفير الطاقة للناس بشكل مستقر، وقال بأنه هو انفاق غير معقول دون أن يصل إلى حل المشكلة من جذورها. كان الملف الثاني حول أزمة الوقود وتلوث المياه وكذلك استمرار الحرائق. دعونا نتابع هذا الانفوغرافيك أعزائي المشاهدين حول البنك المركزي العراقي. نتابع هذا الانفوغرافيك ونعود إليكم.
نعم، فقط للتصحيح بأن التقرير الذي عرضناه قبل قليل هو للبنك الدولي حول المخاطر الاقتصادية في العراق وتغير المناخ في العراق وتدهور الاقتصاد في العراق. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.